يعني أنا والله ما كان خاطر ببالي هذا السؤال ولا كنت رح أتطرق لهذا الموضوع، بس لأنه الشباب عزفوا أول مرة تحبي قلبي قلنا مستحيل ما سألناك ولا سؤال عن الحب. الحب وين بين كل المجالات المتعددة بحياة الأستاذ خالد يوسف؟ أعلى حقائق الوجود قداسة بعد قضية وجود ربنا هي قضية الحب، لأن الحب بجد لولا يعني الحب كقيمة في الحياة لو مش موجودة إحنا كنا قطعنا بعض. يعني شايفة بوجود قيمة الحب والحروب دي موجودة، فتخيلي لو مش موجود بقى قيمة الحب. فالحب ده أجمل شيء أنا بتصور في الحياة. يعني الحب أنا بسميه التعويض العادل عن كل عذابات العالم، موجود في شعورك بلحظة حب، شعورك بالعاطفة دي. يعني عاطفة الحب أنا بتصور هي اللي متخليانا نقدر نستحمل قسوة الحياة. التعويض العادل حلو. ما حكيناش كمان شغلة مهمة ألا وهي اليوم، يعني اليوم في رضا هيك، اليوم جماهير الأستاذ خالد يوسف من السيدات، في الكاريزما تبعه، في وسامته، في قيافته، في شكله الأنيق. فاليوم إحنا يعني الجناح النسائي داعم للحلقة طبعاً 100% 100%. أنا من امبارح عم بيسألوني إنه عن جد يعني خالد يوسف، قلت لهم شخصياً والله شخصية البرنامج على الهواء يعني ما بنقدرش نلعب فيه. انا كنت عم بقول للاستاذ خالد انه انا درست بمصر، فامبارح لما بقول لاصحاباتي اللي درسوا معي بمصر قالوا لي لا عن جد خالد يوسف، قلت لهم قال والله انت كمان سنتين بتبطلي تحكي معنا، فيعني عشان تعرف انت موقعنا بمشاكل استاذ خالد. يوصل اخر سؤال هو سؤال الحلقه، في اجابه واحده في كلمه واحده، حلوه يا دنيا، عنوان الحلقه حلوه يا دنيا لولا الظلم. ان شاء الله يعني يروح الظلم، ان شاء الله هذه امنيه يعني لكل البشريه. بالأصالة طبعا عني وعن زميلتي رهاف وأسرة قناة رؤيا، وأيضا كمان يعني باسم كل اللي تابعونا وشاركونا من جمهورنا إن كان الأردني أو العربي، نقدم لك الشكر لحضورك. أشكرك وأهلا وسهلا فيك. أنا اللي بشكركم على إتاحة الفرصة دي، فعلا تلبية الدعوة يعني شرف كبير. أنا ألتقي بجمهور أردني عزيز على قلبي، فده بجد يضيف لي شيء مهم. أستاذ خالد إحنا طبعا يعني بنهاية هاي الحلقة، وكونه مجوهرات دماس كانوا من رعاة هاي الحلقة لما عرفوا إنه حضرتك رح تنورنا بحلوة يا دنيا، فهم حبوا إنه يعني هيك تذكار من حلوة يا دنيا ومن مجوهرات دماس ومن الأردن تتذكرنا دائما بساعة مقدمة من مجوهرات دماس. شكرا كتير لوجودك، شكرا لتلبيتك لدعوتنا، وإن شاء الله يا رب نصير نشوف أفلامك من خلال قناة رؤيا، وبيكون جمهور الأردني قادر أنه يحضر أفلامك بسهولة وسلاسة من خلال قناة رؤيا. طبعا رهف ما ننسى أنه كمان نشكر كل الرعاة اللي كانوا معنا، ميتالز كمان شكرا لكم، للسيارة الأنيقة اللي كانت معنا اليوم، وكمان نشكر زوار أيضا ودماس الرائعين، كل الشكر لكم. لكل اللي بدهم يتجوز يروحوا على دماس اسألوا على توينز الألماس، وألف مبروك سلف. شكرا كتير أستاذ خالد، نورتنا وإن شاء الله الحلقة الجاية بتكون من القاهرة يا رب. حلوة يا دنيا من يبقى القاهرة. رتب لنا حلقة بإذن الله، عندك الموضوع تشرفه. بين إيديك أمانة يعني. كلك زو ثانك يو كتير. احنا ملاقيكم الأسبوع الجاي، جمعة مباركة، وانبسطوا بالويكند، ضلوا بخير.